انطلقت يوم السبت بنادي خورفكان للمعاقين فعاليات التجمع الثاني لألعاب القوى للمعاقين على مستوى الدولة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الإماراتية بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من مختلف أندية المعاقين في الدولة. ولله الحمد انتهينا اليوم من التجمع الثاني لألعاب القوى لأندية الدولة لسبع أندية شارك طبعا في هذا التجمع ما يقارب أكثر من 120 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة. طبعا هذا التجمع أيضا يساعدنا إن شاء الله إن تجهيز واستعداد لبطولة الدولة القادمة إن شاء الله. وفي النهاية أيضا إحنا الآن نطمح إن شاء الله إن الأرقام اللي حققت في هذه التجمع أو في هذه البطولة تكون أيضا كريدت وأرصدة للاعبينا تمهيدا للمستقبل القادم. والآن بدأنا طبعا نجهز تدريجيا في اللجنة البارالمبية الإماراتية بأن جميع البطولات تكون يعني أرقامها معتمدة في الدولة. النجاحات التي حققتها رياضة ذوي الإعاقة خلال المرحلة الماضية تجسد الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده من قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على توفير كل سبل الرعاية والدعم المعنوي والمادي للارتقاء بمستويات المعاقين وتهيئة الظروف التي تكفل لهم المنافسة بقوة في جميع البطولات والملتقيات القارية والدولية. نرحب احنا كنادي في خورفكان بهذا التجمع ومشاركة هذا اللاعبين بسبع أندية على مستوى الدولة وتقريبا على 130 لاعب مشارك في هذا الحدث. هذا الحدث تنظم اللجنة البارالمبية استعدادا لبطولة الدولة وكأس رئيس الدولة وبطولة غرب آسيا لأصحاب الهمم إن شاء الله المقامة في مملكة البحرين الشهر القادم. وأتمنى التوفيق لكافة المشاركين في هذا التجمع. إن الهدف من هذه المشاركات هو إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية القادمة التي يسعى فيها أبطال الدولة للعودة إلى مستواهم الفني والبدني والاستعدادات لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي ستقام الشهر المقبل في البحرين. إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في أجواء المنطقة الشرقية من فعالياتها وأيضا ضيوفنا الأكارم لهذا المساء. إذن في أمسيتنا مشاهدينا اليوم سوف نتعرف على مغامر جعل من نفسه أو خلق لنفسه طريقا لتحقيق الجوائز والإنجازات والاستمتاع بحب المغامرات. نرحب مشاهدينا بضيفنا المغامر مروان سالم الغافري. المغامر مروان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختي، الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا شكرا لكم على الاستضافة الجميلة هذه في قناتكم المنبر الجميل والممتع للمشاهدين. طبعا أنا كنت واحد من المتابعين لهذا القناة وصدمة كبيرة أني أنا شفت عمري ما بين أو أني مشاهد للناس في هذه القناة. لا احنا لنا الشرف بوجودك معنا في هذا المساء، واكيد عندما نتحدث عن المغامره وعن المغامرات والمسير الجبلي والرياضات الجميله هذه اتوقع اليوم الحديث سوف يطول ونستمتع به باذن الله. اذا الاخ مروان ايضا انت مغامر ومنسق فعاليات ومدرب معتمد ايضا في شركه كاماندوز. هذه الشركه المعنيه بالرياضات الجبليه، المسير الجبلي، بكل الرياضات الشيقه والمغامرات حقيقه. فبدايه حب هذه الرياضات أتوقع لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من يمكن من شغف، من يمكن ممارسات سابقة. كيف بدأ هذا الشغف أخ مروان؟ من صغري كنت أحب المغامرات، كنت أحب أني أتعمق بشيء، كنت شقي. هذا السؤال كان يتبادر لذهني دائما. صحيح. الشخص الحركي والنشيط هو أغلب الوقت يكون مغامر، يحب المغامرة والاكتشاف. أكثر الناس اللي تعرف مروان سالم الغافري تعرف أنا يوم في صغور يعني مكان صغير كان شقي جدا، كنت يعني ما أجلس في مكان معين، يا يحصلوني يمين يا يحصلوني يسار، فمعروف يعني فهذا المسمى الفتى الشقي. وزايد أني أثناء يعني اللي يعيش في إمارة رأس الخيمة
لازم يتعلم هذه الأشياء، وخاصة المناظر الجميلة اللي عندنا. نعم. تطورت هذه، يعني تطور هذا الشيء من حلم إلى تطبيق. قمت أخذ دورات مخصصة متخصصة في هذه الأمور، قمت أتعلم أشياء، قمت أتعلم أشياء أنا انصدمت فيها. من صغري كنت أتوقع أن اللي يتسلق الجبال بس اللهم تعال أركب، لا، في أساسيات، في أشياء معينة، في تعلم، في مخاطر كبيرة تتعرض للخطر، فهذه الأشياء كلها ترسخت في مكان معين لما قمت أبدع فيها. نعم، جميل. إذا كل هذه الأساسيات وكل هذه الأسس أتوقع أخذت منك وقت حتى تصل إلى هذه المرحلة. اليوم نتحدث مع مدرب معتمد في هذا المجال، إذا هو خاض الكثير حتى يصبح مدرب معتمد يعتمد عليها الجميع في بدء يمكن هذه المغامرات. صحيح أختي العزيزة، لأن من قلت لك قبل أول ما تعلمت هذه اللعبة أو هذه المغامرات في المناطق الجبلية، خذ دورات في فرنسا، خذ دورات عندنا معتمدة في الإمارات، سافرت كذا دولة في بريطانيا، صرت في لندن أو في بريطانيا صوب مانشستر اللي هو الووتر فول، قمت أتسلق هنا، قمت أتعلم مع أجانب قام يعلموني أساسيات منها لما بهرت في نفسي فيها وقمت أعلم الناس فيها، خاصة الشباب اللي يطلعون في المناطق الجبلية. أتوقع كل هذه الخطوات تحتاج إلى جرأة، إلى شجاعة، إلى قوة نفس، إلى صبر. صحيح. فأكيد كانت هناك الكثير من المغامرات التي لا زالت عالقة في ذهن مروان. والله الكثير يمكن من الخطوات الجريئة التي احتاجت إلى وقت، يمكن وأحيانا لا تحتاج إلى وقت. الشخص الجريء أو الشخص الذي يطمح إلى المغامرة أحيانا يتخذ قراره بثانية ثانيتين حتى يقدم. أختي العزيزة، الشخص اللي بيتسلق في مكان أو بيتعلم لعبة خطرة لازم يجازف منها وقته، صبره، إذا وصل صحته، بالفعل صحته. ما يستويني أنا مثلا أمارس لعبة ورجلي تعورني، ما يستويني مثلا أمارس التسلق وأسبوع إيدي تعورني، أو مثلا لا سمح الله عندي كسر فهذا الشيء فيه يعني أسس أو أساسيات مهمة جدا. يعني إذا الإنسان الجسم السليم يقدر يمارس هذه الأشياء. يعني هل أنت تتوقعين أني مثلا سائر الهايكينج أو سائر المسير الجبلي عندي عكاز في إيدي رجلي مكسورة؟ طبعا خلاص أنا راح أخر نفسي، راح أضر نفسي زيادة، راح أسوي أشياء ما راح تفيدني فيها، ما راح أستمتع أبدا في المسير الجبلي. نعم. إذا حدثنا عن الرياضات التي تمارسها الأخ مروان وأيضا التي تقدم من شركة كوماندوز كفريق محب لهذه الهوايات، وحقيقة هذه الشركة أيضا هي بروح الفريق التي تعملون بها تقدمون هذه الرياضات لكل من يحب أن يدخل هذا المجال، ليس فقط كممارس يريد أن يلتحق برحلاتكم، لكن أيضا من يود أن يتعلم على هذه الرياضات أنتم تقدمون جميع سبل الدعم. نحن عندنا عدة أشياء، مثل بنتكلم عامة يعني الناس اللي ما شاء الله الشغالين في هذا الموسم اللي هو على مسمى شتاءنا الجميل في العالم. نعم. أفضل شتاء في العالم. أكثر الناس يسيرون المناطق الجبلية، عندنا التسلق، عندنا الهايكينج، عندنا الأبسيلينج اللي هو النزول بالأحبال. الأحبال صحيح. عندنا تسلق في الجدار الصناعي اللي هو الموجود يكون في المناطق المغلقة، عندنا اللياقة، عندنا التعليم الذاتي للمناطق الجبلية. هذه الأشياء كلها نسويها طبعا، غير الأكتيفيتي. طبعا كل موسم له شيء معين. نعم. السمر أو اللي هو الصيف له شيء معين، الشتاء له شيء معين، الخريف له شيء معين، والربيع بعد له شيء معين. فنحمس الناس، لازم نعطيهم النوعية في الرياضات حسب الشخص هذا ما يمل. فهذه من الأشياء الأساسية أو الأسس القوانين اللي ماشي فيها شركة كوماندوز للرياضات المغامرة. نعم. إذن الآن نحن في أجمل أوقات السنة. نعم. نعم، أفضل شتاء في العالم. نعم، وشتاءنا جميل ومختلف. نعم. خصوصا إذا سنتحدث عن المنطقة الشرقية، نحن نتحدث عن منطقة زاخرة بالمسارات الجبلية، بالأماكن الطبيعية الجميلة التي هي تمارس فيها هذه الرياضة لكن تستمتع بالمناظر الجميلة. إذا بنعدد لك المناطق الموجودة أو المسارات الموجودة في المناطق الشرقية اللي هي كانت كلباء، مدينة كلباء والخورفكان، لا تحصى. صحيح. لأن كل يوم يكتشفون مسار، كل يوم ينشؤون مسار. فعادي أنا أتوقع أنا تقريبا فترة كنت موجود في خورفكان تقريبا ما يقارب 6 مسارات. اليوم سألت اكتشفت أن 10 مسارات، 5 مسارات، 4 مسارات جديدة.
ما شاء الله. نعم. إذن هذه المناطق هي فعلا دائما متجددة بما أنها مناطق جميلة. صحيح. فأيضا هذه الرياضات تحتاج دائما إلى أسس، إلى قواعد أساسية من الأمن والسلامة، وأنتم دائما تحرصون على توافر هذه القواعد لكل من يمارس هذه الهواية. طبعا أختي العزيزة، هل ينفع أني أنا أتسلق شجرة تدي من نوع الدرب؟ مستحيل، أو لازم في أساسيات أسويها، لازم أعرف كيف أني أقبض الشجرة، لازم أعرف كيف أني أحط رجلي في المكان معين. مناطق الجبلية أو تسلق أو المشي في المناطق الجبلية كذلك، من كان من الحذاء الله يعز ويعز السامعين، ولا إن كان من الملابس، وإذا كان غطاء الرأس، وإذا كان الملابس اللبس اللي يلبسه الشخص، زائد الماء وزائد الأشياء اللي راح يأكلها، مثلا كانت خضروات صحية أو الفواكه أو عامة، فهذه الأشياء لازم يمشي عليها. طبعا قبل ما يبدأ في أي أكتيفيتي أو أي نشاط رياضي جبلي لازم يكون عنده 3 أشياء أساسية. هل إنه يعرف المنطقة بشكل جيد، أو اللي معاه يعرف المنطقة بشكل جيد، هل إنه سوى إحماء في المنطقة أو سوى إحماء جيد على سبيل لا تجي إصابات شد عضلي لا سمح الله، كذلك هل إنه مبلغ حد من أهله إنه ساير في المنطقة هذه الفلانية على أساس إنه يسوي رياضة معينة. لأن بنقول إذا بنتكلم بنقول هل إنه مثلا يعرف المنطقة، طبعا دائما اللي يصير في مناطق جبلية لازم يعرف المخارج والمداخل، لأن لا سمح الله إن ضاع هو ما يعرف المنطقة شو راح يسوي. كنا نشوف حاليا في الأخبار مجموعة تم إنقاذهم من ضياع، مجموعة ومجموعة ومجموعة، ليش أني أنا أمارس شغلة أو أسير منطقة معينة ما عندي أي خلفية تامة، ما عندي خريطتها، ما عندي اتجاهاتها، ما أعرف النقاط الاستراحة اللي فيها، ما أعرف الارتفاع، ما أعرف المسار، فراح أعرض نفسي وأعرض غيري للخطر في حالة أني ما عندي هذه المعلومة الأساسية الأولى. السيفتي الأمان لابد منه، ليش؟ إن كان من الحذاء ينفعني أنا ينفعني أمشي في مناطق صخرية بحذاء للجري الأسفلت، طبعا راح يذي أيضا الركب، راح يذي الكاحل، راح يسوي لك ارتفاع في الكاحل. ومثال أمس صرت أنا تقريبا طلعنا مسار جبلي، في واحد من المجموعة كانت موجودة كان لابس جوتي رياضة، فالتواء عنده جاء التواء في الكاحل، فحملت على ظهري إلين مسافة تقريبا 3 كيلو إلين ما وصلنا لنقطة النهاية، مضطر أني أسوي هذا الشيء. مع ذلك كان عندي حبالة، كان عندي أشياء وايد أني أقدر أسوي له سرير متنقل، وتعاون اللهم لك الحمد وأشكر الشباب اللي كانوا موجودين أنه وصلنا إلى منطقة النهاية بأمان وتم إسعاف اللهم لك الحمد. هل كان نوع الحذاء يعني غير متناسب؟ نعم، مع لأن الحذاء غير متناسب في المنطقة، يعني لابس حذاء رياضة وجاي منطقة جبلية واستوى له هذا الشيء، لو كان لابس جوتي جبلية أو جوتي متخصص في المنطقة المعينة ما راح يستوي عند التواء في الكاحل، وهذه معظم الإصابات الخطرة اللي في المناطق الجبلية. نعم. إذن يعني عندما نتحدث عن هذه الرياضات أيضا لك العديد من الجوائز أخ مروان، استحققت يمكن نتحدث عن وسام البام تقريبا. نعم والله هي بالنوية متسلقي الجبال في أوروبا أيضا حصلت. هذا هو، نعم هذا الوسام، يعني ما حطيه على صدري أحس برودة، أحس يعني أني أبصير أتسلق أي شيء. وهذا الوسام من أفضل الأوسمة اللي يسمونه البام، اللي هو بروفيشنال ماونتينيرينج، اللي هو الناس المحترفين في المناطق الجبلية. ليش؟ أن هذا ما يحصل أي حد في فرنسا، لازم يجتاز تقريبا للأربع اختبارات 6 اختبارات عسبة أنه يحصل هذه الدورة، ويختبر في النهاية على ارتفاع 3000 قدم بمعدات تقريبا 25 كيلو بالظهر، ويمشي على ارتفاع 60 درجة على زاوية 60 درجة، ويمشي 25 كيلو بس عشان يحصل هذا الوسام. يعني هذا أخذ هذا الوسام بعد يعني مشقة وعناء. نعم. وتعب. نعم. لكن اللهم لك الحمد، وأشكر الناس اللي دعموني والناس اللي كانت موجودة معاي في أثناء التمارين الخاصة للوسام هذا، والحمد لله حصلناه بكل جدارة، ونفتخر بأن نحطيه على صدورنا ومستانسين فيه وايد وايد وايد. اختي جميل جميل، تستحق الكثير اخ مروان، واكيد اليوم مثل هذه الرياضات بشباب دولة الامارات، انتم فخر لشباب دولة الامارات، ودائما هذه الرياضات هي تنم عن ثقافة الشباب حقيقة، عن اهتمامهم بالصحة، جانب الصحي، جانب الرياضي. لا ننكر ان ايضا الرياضة هي جانب اساسي من حياة الانسان، هي ليست فقط ممارسة لصحة بدنية انما ايضا صحة نفسية. اتوقع هذه ينعكس على الجميع، وينعكس عليك أيضا أخ مروان، هل أيضا انعكاس نفسي جيد من ممارسة هذه الرياضات
خصوصا بوسط الطبيعة. الشخص اللي يصبح الصباح أول ما تشرق الشمس يصلي الفجر ويطلع يسوي له رياضة خفيفة، مثلا يمشي له مشي خفيف 45 دقيقة من يوم الصباحي، راح يحس بسعادة وراح يحس بوناسة، راح يحس إنه يوم جديد انفتح له. شو السبب؟ لأن الجسم عامة، الشخص الرياضي الجسم يفرز هرمونات يسمونها هرمونات السعادة. هذه الرياضي طبعا كل رياضي يعرف هذه الهرمونات كيف تكون، وزائد كل رياضة لها أشياء معينة، يعني رياضة الجري، رياضة التنس، عدة رياضات. فهني إذا أني أنا أمارس يومي كبداية يومي برياضة، راح أحس بنشاط، جسمي أصلا بدنيا راح أتغير. طبعا أنا أتكلم عامة عن الناس اللي أجسامهم شوي ممتلئة من الدهون ما همهم الرياضة. فنصيحتي لهم مارس رياضة اللي أنت تحبها، وإذا كنت ما تبغي تسوي رياضة على الأقل حرك نفسك بدل ما أنك يالس وتتريى بس اللهم الفاست فود المأكولات السريعة. نعم. إذا المغامر مروان سالم الغافري، سعدنا بوجودك معنا في هذا المساء، بالتوفيق بإذن الله في كل هذه الرحلات وكل هذه التنسيقات التي تقدم لمحبي المغامرات. شكرا لك على وجودك معنا في هذا المساء، وبإذن الله جوائز واستحقاقات أكثر في هذا المجال بإذن الواحد الأحد. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم، وفي فقرة مواهب الشرقية سنتعرف على طفلة من منطقة وادي الحلو تميزت بالعزف والتمثيل والرسم، ولمعرفة هذه الموهبة نتابع الفقرة التالية ولن نعودة. الله وبركاته، معكم ملاك محمد خميس المزروعي، عمري هو 12 عام، من مدرسة عائشة بنت عثمان، منطقتي هي وادي الحلو التابعة إلى إمارة الشارقة. منطقتي بها جبال خلابة وزهور فواحة، وذلك بفضل والدي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كل الشكر والتقدير له. لدي العديد من المواهب والهوايات مثل موهبة العزف وموهبة التمثيل وموهبة الرسم. شاركت في العديد من الدورات والمسابقات مثل مسابقة مواهب الموسيقى وفزت بها بالمركز الثالث، ومسابقة الشيخة لطيفة وفزت بها بالمركز الأول. ووالداي شجعوني بأنهم خصصوا لي بيئة لتنمية موهبتي. أيضا شاركت في بينالي الشارقة، لدي موهبة الرسم، وساعدتني بيئتي بأن أنمي موهبتي بأنني أرى ما في الطبيعة وأحب أن أرسم ما في الطبيعة كالجبال والأشجار والصخور، وذلك ساعدني في الكثير، ولدي مخيلة واسعة، وذلك أيضا ساعدني في أن أشكل أشياء جميلة. وأيضا مركز أطفال الشارقة شاركت به في العديد من المسابقات والدورات، وذلك ساعدني على تطوير من موهبتي، تعلمت الكثير من الأشياء، لذلك أحب ممارسة موهبتي الرسم. إذن مشاهدين بهذه الفقرة من مواهب المنطقة الشرقية، أطفالنا الأحباب متميزين حقيقة بهذه المهارات والمواهب، ويستحقون الدعم في هذه الإمارة، الإمارة الباسمة، فهي صديقة للأطفال واليافعين. إذن مشاهدين نكون وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء، نتمنى لكم إن شاء الله أمسية سعيدة، ترقبونا غدا بنفس الموعد، تقبلوا تحيات وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة.